أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم يا أبنائي في رحلة جديدة لاستكشاف اسم جديد من أسمائنا العمانية الخالدة مرتبط بالإنسان والمكان. أهلاً وسهلاً بك يا معلم. اليوم نحن هنا في بيضة الإسلام في نزوى، هذه المدينة العريقة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 5000 سنة. واسم نزوى يا أحبائي مشتق من النزوة بمعنى الوثبة أو العلو، وقد سمي لوجودها في سفح جبل من سلسلة جبال الحجر. في الواقع يا أبنائي يصعب تحديد التاريخ الدقيق الذي بنيت فيه هذه المدينة العريقة، ولكن يقال إن أول من بناها هو عرمان بن عمرو الأزدي، كما كان للسومريين وجود أيضا في هذه المنطقة، ويظهر ذلك جليا من خلال استخدام الثروات كالنحاس. لقد سكن في نزوى يا أحبائي العرب القدامى، ومنهم عمان بن قحطان بن هود عليه السلام، ثم جاء من بعده أخوه يعرب، كما كان لمالك بن فهم الأزدي وجود أيضا في هذه المنطقة، حيث وحد العرب في شرق الجزيرة العربية وطرد الفرس منها. لقد ازدهرت نزوى وانتعشت حتى كثر فيها العلماء والمتعلمون، ومن ثم سميت ببيضة الإسلام، وقد كانت على الدوام محط أنظار العمانيين من كل حدب وصوب يتطلعون إليها للعلم والعمل والتجارة وغيرها من الحوائج. وفي المجمل فإن نزوى أشهر من نار على علم، وهي غنية عن التعريف نظراً لما قدمته من تراث وتاريخ وثقافة وفكر، فمن ثم استحقت الوصف الذي وصفها به حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه حين سماها مدينة العلم والتراث والتاريخ. لماذا سميت بيضة الإسلام يا معلم؟ تطلق البيضة على المنطقة التي يكثر فيها العلماء، وقد كانت نزوى عاصمة لعمان في العصور الإسلامية الأولى، وعرفت بنشاطها الفكري وبالأجيال المتعاقبة يا أبنائي من العلماء والفقهاء والمؤرخين العمانيين، فمن ثم استحقت الاسم الذي سميت به بيضة الإسلام، وقد كان ذلك في عهد الإمام غسان بن عبد الله الخروصي. عند الحديث عن ولاية نزوى يا أبنائي يأتي الحديث تلقائياً عن قلعتها الشامخة التي تطاول عنان السماء. هذه القلعة التي تسمى الشهباء تعتبر أبرز المعالم الأثرية فيها، كما تعتبر من أروع وأضخم المآثر التاريخية والحضارية في سلطنة عمان. وإضافة إلى هذا كله يا أبنائي، فإن قلعة نزوى تعتبر أكبر قلعة في شبه الجزيرة العربية، ارتفاعها 34 مترا، وقطرها الداخلي 39 مترا، أما قطرها الخارجي فطوله 43 مترا. ومن بنى هذه القلعة يا معلم؟ بناها الإمام
سلطان بن سيف بن مالك اليعربي عام 1059 للهجرة للدفاع عن المنطقة والتصدي للمعتدين على أمن البلاد. وتنفرد هذه القلعة من بين سائر قلاع السلطنة بكبر حجمها على واحة خضراء وغابة من النخيل تروى بشبكة من الأفلاك. استغرق بناء هذه القلعة يا أبنائي 12 عاما، وقد أنفق الإمام سلطان بن سيف فيها ما غنمه من غنائم كثيرة وثروات عظيمة في معركة تاريخية معروفة تسمى ديو. وديو هذه تقع على الساحل الهندي. مما تتكون هذه القلعة يا معلم؟ قلعة نزوى عبارة عن مبنى دائري كبير مبني بالحجارة والجص العماني الذي يسمى الصاروج، وهي مبنية على قاعدة مردومة بحجارة يبلغ علوها 15 مترا وبعضهم يقول 30 مترا إلى باطن الأرض. وتتكون هذه القلعة يا أبنائي من فتحات للمدافع، كما يتم الصعود إليها عن طريق سلم ضيق على شكل حرف حاء يمر بسبعة أبواب، وعند كل باب منعطف، وأعلى كل باب من هذه الأبواب ما يعرف بمساقط الصب التي يصب منها الزيت الحار أو دبس النخيل المغلي أو القذائف على المهاجمين والأعداء في أوقات الحروب. إضافة إلى هذا كله توجد في هذه القلعة سبعة آبار لتزويدها باحتياجاتها من الماء، كما توجد فيها أيضا فتحات للمدافع وفتحات أخرى للمقاتلين المرابطين في القلعة أوقات الحروب، كما توجد فيها أيضا مواقع مختلفة للسجون، لأنها كما تعلمون كانت مقرا للحكم ومكانا لتنفيذ العقوبات ضد المخالفين بدرجات مختلفة.
هذا هو أحد المنعطفات في هذه القلعة يا أبنائي. وكما تلاحظون هنا توجد ثلاثة حواجز لإعاقة العدو عن التقدم والدخول إلى هذه القلعة. أولها مساقط الصب التي يصب منها الماء الحار والزيت المغلي، فإذا نجا من هذه أعاقته الأبواب ذات المتاريس التي تلاحظونها، وإذا تمكن من فتح هذه الأبواب سقط في البئر الذي يأتي من بعد هذا الباب، وإذا نجا من هذه الأشياء كلها تعذر عليه ذلك في المنعطف التالي. كما تشاهدون يا أبنائي، فهذا السور الدائري الضخم توجد في كل واحدة من ثلاث جهات منه ممشى أو منصة لإطلاق النار. كما تشاهدون أيضا بأن هناك فتحات للمراقبة ومواقع كذلك لحملة البنادق لإطلاق النار على المهاجمين عند قاعدة السور. تم ترميم هذه القلعة يا أبنائي هي والحصن عام 1988 من قبل وزارة التراث والثقافة، وقد استخدمت المواد نفسها التي صنعت منها هذه القلعة كالطين المشبع بالتين والطين المحروق والحجارة والأخشاب وما يسمى محليا أطفال. وقد دام هذا الترميم 3 سنوات. تمثل قلعة نزوى يا أبنائي التطور في معمار القلاع بين عامي 1059 للهجرة و 1090 للهجرة، ويمكن اعتبارها معمارا أنتجته حرب مدفعية الأبراج لأنها أنشئت على هذا الأساس، وهي بذلك تختلف عن باقي القلاع العمانية، ويتميز بناؤها بأقصى درجات الصلابة الممكنة، وذلك حتى يستطيع امتصاص ارتجاجات القذائف المدفعية حين تطلق عليها. وقد تحقق لها ذلك بكونها كتلة ترابية رصينة. ويوجد أيضا في هذه القلعة 23 مدفعا، أحد هذه المدافع مصنوع هنا في نزوى ومكتوب عليه باللغة العربية ومحفور عليه اسم الإمام سلطان بن سيف. ويوجد بهذه القلعة أيضا 480 مرمى للبنادق لرمي الأعداء ضد أي هجوم عليها، كما يوجد بها كذلك 240 سراجا للزينة و120 عقدا لوقوف الحراس عليها، وذلك لحراسة هذه القلعة والبلاد ضد أي هجوم محتمل. كما توجد بها أيضا 24 فتحة لإطلاق قذائف المدافع الكبيرة منها. إنها رحلة رائعة يا معلمي. ومثل هذه الرحلات في ربوع عمان كثيرة يا ابنتي، والمعالم التي تشهد حضارة هذه الأرض منتشرة بحمد الله في كل مكان.
شيدوا غزاهدين أيها